الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك صدق الله العلي العظيم. أبدأ الكلام من حيث انتهيت، في خطبة قبل أكثر من شهر في آخر الخطبة قلت: أنا سواء كان اسمي عبد الرسول أو لم يكن، سواء كان اسمي عبد علي أو لم يكن، سواء كان اسمي عبد الزهراء، عبد الحسن، عبد الحسين، عبد المهدي أو لم يكن، الأمر لا يختلف. أنا ومن على وجه الأرض إنما نحن عبيد لمحمد وآل محمد. ذكرنا أحاديث، ذكرنا آيات قرآنية تدل على هذا المعنى من القرآن الكريم، ومن تلك الآيات القرآنية التي يستفاد هذا المعنى، هذا المعنى شئت أم أبيت هو معنى صحيح، وحاشا أن أبى، بل أفتخر، غيري لا يريد أن يفتخر الأمر له، أنا أفتخر أن أكون عبدا صغيرا لهم. هذه الآيات كانت بشيء من التدبر، لا بتدبر كثير صعب، لا، بشيء من التدبر كان هذا المعنى يظهر منها، من تلك الآيات القرآنية التي ذكرناها.
قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرنا ذلك، لا أريد أن أعيد، لا أريد أن أكرر، لا، إنما بإيجاز عن هذه الآية، الإنسان باختصار شديد، الإنسان قبل أن يملك أي شيء يملك نفسه، ملكية الإنسان لكل الأشياء تابعة لملكيته لنفسه، إذا كان لا يملك نفسه كيف يملك داره؟ الدار اشتراها بجهده، إذا كان لا يملك جهده كيف يشتري شيئا آخر بجهد لا يملكه؟ الإنسان أول ما يملك يملك نفسه، مالك لنفسه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أولى بالإنسان من نفسه، يعني ملكية رسول الله صلى الله عليه وآله للإنسان أعلى درجات الملكية، أعلى من درجة ملكية الإنسان لنفسه، وهذه أعلى درجات الملكية. لا بأس، رضينا، نحن نقبل أننا عبد، أننا عبيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لماذا أنتم في كل قضية تدخلون أمير المؤمنين مع رسول الله؟ الآية تقول رسول الله، من أين أدخلتم أمير المؤمنين؟ من أين تدخلون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ الآية تتحدث عن النبي، الآيات الأخرى أيضا كانت تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنتم يلزم أن تدخلوا أمير المؤمنين في كل مجال دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا؟ الجواب، أولا قبل يوم في مثل يوم أمس في خم النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ ذكر، يعني إشارة إلى نفس هذه الآية، أشار إلى هذه الآية المباركة، قال ألست أولى بكم من أنفسكم، إشارة إلى نفس هذه الآية المباركة. فلما أخذ الإقرار والاعتراف والإذعان منهم بهذا الشيء قالوا اللهم بلى. نعم، القضية واضحة، آية قرآنية صريحة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا اللهم بلى. بمجرد ما قالوا اللهم بلى من دون فاصل، ما ذكر شيئا آخر، لا، فورا قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أنا أولى بكم من أنفسكم، ألست كذلك؟ نعم أولى، فقال من كنت مولاه، يعني من كنت أنا أولى به من نفسه فهذا علي مولاه، يعني فهذا علي أولى به من نفسه، الذي يكون لي يكون لأمير المؤمنين على الأقل في هذا البعد. ثانيا، القرآن هذا الكتاب العظيم، كتاب نزل من قبل الله عز وجل، هذا الكتاب المضيع، هذا الكتاب الذي اعتبر فقط للقراءة إلا ما ندر، يا أخي اقرأوا القرآن، لا أقول نتدبر في القرآن كثيرا، لا نكن ممن لا نتدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، لا تتدبر ساعات كثيرة، يا أخي تدبر قليلا. آية المباهلة ماذا تقول؟ آية المباهلة جعلت، أنا جعلت، الله عز وجل جعل، آية قرآنية جعلت أمير المؤمنين نفس رسول الله، أنا أدخلت أمير المؤمنين في شيء أدخله الله سبحانه وتعالى، أدخل رسول الله فيه؟ لا،
الله عز وجل جعل ذلك. الله عز وجل جعل أمير المؤمنين نفس رسول الله نفسه. يعني لا تقول أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شخص ثاني، لا، هو رسول الله. هذا معنى النفس، نفسه، هذا أعلى من أي شيء آخر. ثانيا، ثالثا، الأحاديث العديدة، لا الكثيرة، والمتواترة تواترا إجماليا قطعا، بل تواترا معنويا قطعا. الحديث ليس حديثا صحيحا واحدا، أحاديث متواترة بلغت درجة عالية من التواتر، تؤكد أن الله عز وجل جعل لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل ما جعله لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا النبوة والرسالة فقط. كل ما جعله الله سبحانه وتعالى لرسول الله جعله لأمير المؤمنين، وكل ما جعله الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين جعله للإمامين الحسن والحسين، وكل ما جعله الله سبحانه وتعالى للإمامين الحسن والحسين جعله لبقية أهل البيت المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. روايات متواترة. في الأسبوع الماضي بمناسبة أخرى ذكرنا حديثا شريفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث مفصل، مقطع من هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: ما أكرمني الله عز وجل بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. هل هذه القاعدة قاعدة عامة؟ هل هذه القاعدة العامة استثناء؟ نعم. يقول صلى الله عليه وآله بعد هذه العبارة مباشرة: وخصني بالنبوة والرسالة. أيضا لك حصة، أنت لست نبيا يا أمير المؤمنين، أنت لست رسولا، ولكن وخصني بالنبوة والرسالة وجعلك ولي في ذلك. أحاديث في هذا المجال كثيرة. ذكرت قبل فترة حديثا شريفا، أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه يسأل من الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسئلة. السؤال الأول ذكرته سابقا ولا أريد أن أعيد، سؤال برائي، سأل عن فلان وفلان، والإمام عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا شديدا جدا ذكرته. السؤال الثاني ما ذكرته ذاك الوقت. سأل أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه من الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام، السؤال الثاني، قال: قلت، أبو حمزة الثمالي يقول للإمام: قلت الأئمة يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء. لاحظوا جواب الإمام عليه الصلاة والسلام، قال: ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شيء الله عز وجل أعطاه، فضل الله عز وجل أعطاه لأحد من أنبيائه إلا وأعطى ذلك لرسول الله. طبعا وأعطاه ما لم يكن عندهم، طبعا عند رسول الله صلى الله عليه وآله الشيء الذي ما كان عند أحد من الأنبياء. أسأل منكم سؤالا، أبو حمزة الثمالي ما سأل عن النبي، سأل عن الأئمة، لماذا الإمام أجاب عن النبي؟
أبو حمزة الثماني سأل قال الأئمة يحيون الموتى؟ ما سأل عن النبي، ما قال النبي يحيي الموتى أم لا، سأل عن الأئمة. الإمام أجاب عن من؟ عن رسول الله. يا أخي ما الارتباط؟ خذ الارتباط، اعرف الارتباط. أبو حمزة الثمالي أكد، الجواب كان واضحا، أعطاه لرسول الله. الأنبياء السابقون كانوا يحيون الموتى، نعم، فأعرف أنه موجود عند رسول الله. أنا أبو حمزة الثمالي ما سألت عن رسول الله، لماذا تجيبني يا ابن رسول الله عن رسول الله؟ أجبني عن أنفسكم، أنا سألت عنكم. الجواب واضح، إذا كان لرسول الله فهو لنا. أبو حمزة الثمالي سأل مؤكدا، مؤكدا. سؤال ثاني تأكيد، قال قلت وكل ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه أمير المؤمنين. هذا عند رسول الله، الذي كان عند رسول الله الله عز وجل أعطاه لأمير المؤمنين أيضا. قال عليه الصلاة والسلام نعم، ثم الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، ثم من بعد كل إمام إماما إلى يوم القيامة. وأحاديث وأحاديث كثيرة، الذي يكون لرسول الله يكون لأمير المؤمنين، الذي يكون لأمير المؤمنين يكون لبقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أنا عبد لرسول الله فأنا عبد لأمير المؤمنين، أنا عبد لرسول الله فأنا عبد للمهدي، أنا عبد لرسول الله فأنا عبد لكل واحد واحد من المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. سؤال، كيف يمكن أن يكون شيئا واحدا مملوكا بصورة كاملة لاثنين؟ لا يمكن. حديثنا عن ماذا كان؟ عن أن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يملكون كل شيء ويملكون كل شخص. يعني يملكون ملابسي، يعني يملكون داري، يعني يملكون الأرض، يعني يملكون السيارة، يعني يملكون كل هذه الأشياء التي نملكها نحن. ممكن شيء واحد يملكه اثنان؟ ممكن الشراكة، نصف هذا الشيء لي نصفه لشخص آخر، معقول. ولكن هذه السيارة بصورة كاملة لي وهي بصورة كاملة لك، يمكن؟ لا يمكن. كيف تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يملك كل ما أملك وكل ما يملكه الناس؟ والأعلى والأعجب والأغرب من ذلك، أنا إنسان حر، كيف تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت يملكونني؟ أنا حر، لست عبدا، أنا حر أم لا؟ نعم حر. كيف أصبحت حرا وعبدا في آن واحد؟ الجواب واضح، أنت تملك سيارتك أم لا؟ نعم. الله يملك سيارتك أم لا؟ كيف أمكن؟ الله يملك سيارتك وأنت تملك سيارتك، أمكن أم لا؟ مستحيل؟ بل هو الصحيح. أنت حر أم عبد؟ لا، أنت حر. كيف تكون حرا وأنت عبد لله عز وجل؟ اجتمعت العبودية والحرية، أمكن أم لا؟ أم لم يمكن؟ أنت حر وعبد في نفس اللحظة، في نفس الوقت. حر أم لا؟ نعم حر حتما، لا شك فيه. عبد أم لا؟ نعم عبد لله عز وجل. الشيء الذي لا يمكن أن يكون شيء واحد ملكا لك وهو كله ملك لغيرك في عرض واحد، هذا الشيء غير ممكن. أما إذا كان الأمر طوليا، الشيء بديهي أصلا واضح،
يمكن؟ نعم يمكن، واقع، هذا ليس قد يمكن، واقع. ملكية الله سبحانه وتعالى ليست في عرض ملكيتك، في طول ملكيتك. الله عز وجل يملك كل الأشياء ملكا حقيقيا، هذا الملك الأساسي هو الله عز وجل ملك كل شيء لرسول الله في مرتبة تالية، ليس طبعا في مرتبة ملكية الله عز وجل، لا، ملكية الله ملكية حقيقية. الله عز وجل جعل ملكية، هو المالك الحقيقي، الله جعلها الملكية للأشياء كلها لرسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في مرحلة ثالثة الأشياء ملك لنا، ليست في عرض ملكية رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي أولى. هكذا بالنسبة للحرية والعبودية، أنا حر أم عبد؟ الجواب أنا أولا وبالذات بذاتي أنا عبد لله عز وجل. في مرحلة تالية الذي جعلني عبدا لله وهو الله عز وجل جعلني في مرحلة تالية عبدا لرسول الله وأهل البيت. في المرحلة الثالثة أنا حر. أنا حر يعني ماذا؟ يعني لا يملكني شخص عادي. القضية ليست في مرحلة ملكية رسول الله حتى تقول كيف يمكن. يمكن، الإشكال العقلي غير وارد، لا، ما اجتمع الضدان. الإشكال أنه اجتمع ضدين، حر وعبد. الجواب على ذلك في مرحلة واحدة اجتمع ضدين، في مرحلتين ليس اجتمع ضدين. القضية جدا سهلة، جدا واضحة. وهذه القضية واقعة، والآيات القرآنية، ما الدليل على ذلك؟ إشكال عقلي لا يوجد، نحتاج دليل. الدليل الآيات القرآنية التي ذكرناها في الجلسة السابقة، ومنها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، آيات تحدثنا عنها وأحاديث نتحدث عنها في هذا المجلس. ممكن؟ ممكن، عقلا ممكن، واقع، نحتاج إلى دليل. الأدلة هذه الأدلة، أدلة واضحة. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ذكرنا يعني ماذا؟ ما أفاء الله عليك، آية تدل على أن الناس عبيد وإماء لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هناك آيات قرآنية أخرى أيضا وأحاديث عديدة، أذكر لكم حديثين شريفين. الحديث الأول فيما يرتبط بملكية رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام للأشياء، الحديث الثاني في ملكية رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت للأشخاص. حديثان لطيفان. طبعا في هذين الحديثين فوائد أخرى أيضا. الحديث الأول روى هذا الحديث الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسند صحيح عن عمر بن يزيد، هذا من الثقات من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولعله أدرك الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. لا عليكم بالاسم، هو إنسان ثقة. قال رأيت مسمعا بالمدينة، مسمع ابن عبد الملك
مشهور بكنيته، كنيته أبو السيار، شخصية محترمة وزينة اجتماعيا. لعله يستفاد من هذه الرواية الشريفة أنه كان له منصب، لعله هكذا، شخصية محترمة أبو السيار. يقول عمر بن يزيد: رأيت مسمعا بالمدينة. الحديث طويل، أنا أستقطع مقاطع من الحديث، كلام عادي لا يرتبط بحد بكلامنا بحديثنا. رأيته كذا، قلت له كذا، كلام عادي لا علينا به. المقطع المرتبط بحديثنا: فقال أبو السيار، قال لعمر بن يزيد، فقال: إني أبو السيار، إني قلت للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، هكذا قلت للإمام: إني كنت وليت البحرين الغوص. أنا كنت مسؤولا في البحرين على الغوص، لعله نسميه وزير الغوص مثلا. طبعا البحرين ليست هذا البحرين اليوم، الخريطة آنذاك كانت تختلف، البحرين منطقة كبيرة جدا من الخليج. كان مسؤولا في هذه المنطقة على الغوص، لعله هكذا كان: إني كنت وليت البحرين الغوص، فأصبت 400,000 درهم في هذه السنة، أرباحي 400,000 درهم، مبلغ ضخم كبير آنذاك بحسابنا اليوم بالملايين، لعله أقول بعشرات الملايين. فأصبت 400,000 درهم، وقد جئتك بخمسها 80,000 درهم. هذا 400,000 درهم الخمس واجب في أموالي، فهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا. 400,000 درهم كم؟ 5 × 480، جئتك بهذه 80، تفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: ها يا أبا السيار، من الأموال فقط الخمس لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا السيار؟ يا أبا سيار، أنت تتصور أن الله عز وجل جعل خمس الأرض لنا فقط، خمس ما أخرجته الأرض لنا فقط؟ نعم، خمس الأرض. لا، إذن كم لكم؟ إن الإمام يقول، كلام الإمام هذا صلوات الله وسلامه عليه: إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. تتصور فقط الخمس لنا؟ لا، الأرض كلها لنا، وما أخرجته الأرض فهو لنا كله، ليس فقط الخمس. فقلت له، يعني يلزم أن أتي بال400,000 كله لك. فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله، يعني أن الآن أنا أتي بالمال كله لك؟ نعم، يلزم أن تأتي. ولكن فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك، هو لنا، ولكن أنا لا أخذ منك لك الأموال، حتى الخمس أيضا لك. الإمام له الحق أن يهب الخمس، هذه أمواله يهبها. كل الأرض لهم، وكل ما أخرجته الأرض لهم، إذن ما هو حكم الخمس؟ أنتم تقولون القرآن يقول الخمس لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الروايات الشريفة تقول الخمس لأهل البيت. الجواب على ذلك: عندما تدفع الخمس، بقية أموالك تكون طيبة لك، كل الأرض لهم. هذا الشيء، هذا امتحان،
تدفع الخمس، لا تتصور أن الخمس فقط ملك لهم، امتحان. كما أن الأموال كلها لله عز وجل، ولكن الله ماذا يقول؟ يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. عجيب، الله عز وجل فقط يملك خمس الأموال؟ ليست قضية يملك خمس الأموال، الله يملك كل شيء. أنت واجب عليك أن تدفع خمس الأموال كامتحان. القضية ليست قضية ملك، الملك كل شيء ملك لله عز وجل، كل شيء الله عز وجل جعله ملك لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث الثاني، وأختم بهذا الحديث، حديثي أيضا حديث لطيف، قصة حدثت في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ومن اللطيف أنه صاحب هذه القصة أيضا اسمه عمر بن يزيد، طبعا غير ذاك، هذا شخص آخر أيضا كان في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا كان واليا. عمر بن يزيد ذاك شخصية ثقة من أصحاب الإمام الصادق، هذا الشخص شخص آخر كان واليا على العراق، العراق يعني من الكوفة إلى البصرة لعله. الحديث أيضا في الكافي الشريف، هذا الحديث في المجلد الأول صفحة 473، الحديث الثالث عن رفيد مولى، النسخة هكذا، يزيد ابن عمرو ابن هبيرة، ظاهرا هناك خطأ، اسمه ليس يزيد ابن عمرو، اسمه عمر بن يزيد ابن هبيرة، عنده مملوك عبد اسمه رفيد. قال من رفيد العبد؟ قال سخط علي ابن هبيرة، هذا الوالي وهو سيده مالكه، سخط علي ابن هبيرة وحلف علي ليقتلني. والي متمكن مقتدر، حلف أنه يقتلني، فهربت منه وعذت بأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأعلمته خبري، ذكرت القضية، القضية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام لي انصرف، اذهب إليه، اذهب إلى ابن هبيرة، انصرف واقرأه مني السلام وقل له إني، أنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، إني قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء، لا تؤذيه، لا تظلمه. فقلت له جعلت فداك. هذا ابن هبيرة شامي خبيث الرأي، أنا أذهب إليه، هو يريد أن يقتلني، أنا أذهب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إليه كما أقول لك، اصنع ما أقول لك، اذهب إليه. فأقبلت، فلما كنت في بعض البوادي استقبلني أعرابي في الطريق، لعله من المدينة يذهب إلى الكوفة إلى البصرة لا أعلم، استقبلني أعرابي في الطريق فقال أين تذهب؟ إني أرى وجه مقتول. وين تذهب؟ في هذا الطريق يوجد خطر عليك، وجهك وجه مقتول، لعله كان يعرف بعض الأشياء لا أعلم. إني أرى وجه مقتول، يعني لا تذهب. ثم قال لي أخرج يدك، ففعلت، فقال يد مقتول. ثم قال لي أبرز رجلك، فأبرزت رجلي، فقال رجل مقتول، العلامات كلها موجودة فيك. ثم قال لي أبرز جسدك، يعني لعله صدرك ظهرك، ففعلت، فقال جسد مقتول، خلاص رايح فيها. ثم قال لي أخرج لسانك، ففعلت، فقال لي أمضه فلا بأس عليك
فإن في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لن قادت لك. فجئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة فاستأذنت، فلما دخلت عليه قال: أتتك بخائن رجلاه؟ أهلا، تعال، رجلاك أنت خائن، رجلاك جاءت بك إلي يا غلام. النطع والسيف، جئ بالنطع، النطع الفرش الذي يفرش لقتل شخص من جلد كان، والسيف جاء. ثم أمر بي فكتفت وشد رأسي، وقام علي السياف ليضرب عنقي، فقلت: أيها الأمير، لم تظفر بي عنوة، أنت لم تأخذني عنوة غصبا، أنا جئت إليك، لم تظفر بي عنوة، وإنما جئتك من ذات نفسي، أنا جئت، وها هنا أمر أذكره لك، ثم أنت وشأنك، أنا أريد أن أذكر لك شيئا، أقول لك هذا الشيء ثم أفعل به ما تشاء. فقال: قل. فقلت: أخلني، يعني أخل بي، يعني لتكون هناك خلوة بينك وبيني، أنا مكتوف، لا أتمكن أن أهرب ولا أتمكن أن أصنع شيئا، أخرج هؤلاء من المكان. فقلت: أخلني. فأمر من حضر فخرجوا، أخرجهم. فقلت له: جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، اللهم صل على محمد وعلى محمد، جعفر بن محمد يقرأك السلام ويقول لك: قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء. فقال: والله لقد قال لك جعفر بن محمد هذه المقالة وأقرأني السلام. جعفر بن محمد يبلغني السلام أنا؟ فحلفت له فرددها علي ثلاثا: جعفر، والله لقد قال لك جعفر بن محمد هذه المقالة وأقرأني السلام أنا؟ جعفر بن محمد يبلغ السلام أنا؟ ثلاث مرات يسألني وأنا أجيب. فحل أكتافي ثم قال: لا يقنعني منك حتى تفعل بي ما فعلت بك. أنا كتفتك، أرعبتك، اصنع بي ما صنعت بك. قلت: ما تنطلق يدي بذلك ولا تطيب به نفسي، أنا لا أتمكن أكتفك. فقال: والله ما يقنعني إلا ذلك، يلزم عليك تكتفني، أردت أن تقتلني أقتلني، ما أردت أن تقتلني أنت حلة. ففعلت به كما فعل بي وأطلقته. بعدما أطلقته فناولني خاتمه، الخاتم، فناولني خاتمه، الخاتم الذي يختم به كل الأمور بهذا الخاتم، وقال: أموري في يدك، فدبر فيها ما شئت، اصنع ما تشاء. كان يعرف قيمة الإمام شيئا ما، كان يعرف قيمة السلام، إمام معصوم. شاهدنا في كلمة في هذا الحديث ماذا قال؟ رفيد عبد لابن هبيرة. هل من المعقول أن شخصا آخر يؤجر عبد شخص لنفسه؟ يعني عبدك، أنا أؤجر عبدك لنفسك، هو عبد لك. كيف يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: قد آجرت عليك مولاك رفيدا، أنا أجرت رفيدا عليك، هذا أجير عندك، أنا جعلته، هو عبد لي؟ لا،
صحيح هو عبد لك، ولكن قبل أن يكون عبدا لك هو عبد لي. أنا الإمام أصلا ما شاء، القضية بيدي. قد آجرت عليك، الكلمة جدا عجيبة، لو لم يكن الإمام مالكا للناس، ما هو معنى هذه العبارة؟ قد آجرت عليك عرفي مولاك، مولاك يعني عبدك، هو الإمام يقول هذا عبد لك، هذا عبدك أنا آجره عليك. لو لم يكن الإمام مالكا للناس، هذه العبارة لا معنى لها لعله. نعم، أنا وجميع من فوق التراب، الشاعر يقول فداء تراب نعل أبي ترابي. استكثر أن نكون عبيدا لهم، حاشا لله، نفتخر أن نكون عبيدا لهم. شرف أن يقبلونا عبيدا لهم. لازلنا في الأيام المباركة السعيدة العظيمة الجليلة لقول رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم، هو مولانا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أبارك لكم هذه الذكرى العظيمة السعيدة، أبارك لكم الذكريات السعيدة الجليلة في هذا الأسبوع، أسبوع الولاية. نسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله في الغدير، نسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة فاطمة الزهراء في الغدير، نسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة الإمامين الحسن والحسين في الغدير، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا بحقهم شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الإنجاز أولا، والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا،
والتفوق ثالثا.